السيد الرئيس عطى واحد العدد ديال المعاليم ديال العمل البرلماني والعمل في مجلس النواب كي كانت في السنوات الماضيه، ويمكن نعطيوها انا كفريق اشتراكي اللي عطيناها واحد العنوانين كبيرين. اولا الا كاين شي خيار دارته الحكومه في هاد السنتين ونصف، هما جوج الاشياء مهمين ومركزيين. اولا تعطيل الدستور، ثم ثانيا قتل السياسه داخل المؤسسه، في حين ان ابرز مؤسسه عليها حمايه الدستور والسعي الى تاصيله والحضور به والعمل به وهذه المؤسسه. واذا كانت شي مؤسسه اللي خصها ترد الاعتبار للعمل السياسي وتشجع وتجعل المواطنين والمواطنات كيثقوا فيه فهي هذه المؤسسه. بطبيعه الحال كيكون داك التساؤل في بعض الاحيان ديال ان المعارضه غير كتزايد وكتزايد، لا نعطيو التجليات ديال هادشي. قتل السياسه ملي كيجيو الناس، نعطي عليها واحد المثال، ملي كيمشيو الناس للسوق وما يلقاوش اي مواد اللي يشريو في السوق، تيمشيو بحال مابقاوش تيسوقوا داك السوق. اللي عندهم الامتدادات ديال العروبيه راه غيعرفوا هذا، كيمشيو للسوق جوج المرات ثلاثه المرات، ما فيه هذه ما فيه هذه ما فيه هذه، ما كيمشيوش للسوق. كيفاش حنا واحد البرلمان ما تيناقش القضايا ديال المواطنين الحقيقيه اللي كتعنيهم؟ قتل السياسه غنبداوها برئيس الحكومه. رئيس الحكومه من اصل 20 مره كان خصو يجي للبرلمان، جاء 11 مره. اذا نصف عدد المرات اللي كان خص رئيس الحكومه يكون في البرلمان ما جاش، وفوت علينا واحد العدد ديال المواضيع. شنو المواضيع اللي تفوتات واللي كان خصها تكون عندها القوه ديالها؟ غادي تبعوا في هذه السنتين ونصف القضايا اللي همت المواطنين وحركه دار ترجع. اولا ارتفاع الاسعار، وكان ارتفاع الوقود في الديروه ديالو، كان الطلبات ديال يجي رئيس الحكومه باش يناقش هذه المواضيع مع الناس، ما جاش رئيس الحكومه. كنتوا رجال الاعلام في السنه الماضيه، كانت الديروه ديال الاشكال ديال الاعلام والمجلس الوطني للصحافه وفي كل الشد والجذب اللي فيه، وكان المفروض رئيس الحكومه يجي باش يطمئن المواطنين ويتواصل مع المواطنين على القضيه، ما جاش رئيس في السنه الماضيه كانت المحاكم معطله وصراع مع المحامون وصل الديروه ديالو، ما جاش رئيس الحكومه. حتى التعليم اللي جاء اول امس، راه الوقت اللي بغاو المواطنين التواصل معهم والمواطنات على التعليم، الوقت فين كان عندهم الخوف في المصير ديال المدرسه، فين وليداتهم، واش غيقراو واش ما غيقراو، واش السنه بيضاء واش مثلا، هذا هو الوقت اللي كيجيو يتواصلوا وكنطمئنوا الناس. اما اننا كنبقاو حتى كيسالي الموضوع عاد كنجيو نديروا فيه الاستعراض وكنديروا فيه الطاووس وكل شيء تيشتغل وكل شيء تيدندن، ما مقبولش. هذا هو تعطيل السياسه. نهار كتجيب ذاك الموضوع ما بقاش كيشوفوه المواطنين والمواطنات، ونهار كتجيب ذاك الموضوع من ذاك النوع تيقول لك المواطن ودابا حنا السياسه البرلمانيه راه غير تيخربقوا، ولكن ما تيقبضش العصا رئيس الحكومه، تيقبض البرلمان، صوره البرلمان هي التي يؤخذ منها ويؤكل منها. هذه الصوره بالموازاه معها كاين نفس العمل عند الساده الوزراء. حنا بانه وزير السيد الامين العام بالحكومه ما تيعتبرش راسهم عليه بالاسئله، الحكومه عمرو جا. مع العلم ان جزء من الاشكالات اللي عندنا مرتبطه بالتشريع وبالقوانين، مرتبطه بالاسئله الموجهه للعمل الجمعوي المنفعه العامه، قضايا كتعنيه، ولكن يتم تحويلها الى الوزير المكلف بالعلاقه مع البرلمان بجمع. انت وزير باش تجاوب على المواطنين، باش تخضع ايضا للرقابه مع الناس لا يحصلوا ذلك. نصف الوزراء ما فاتوش بعض المرات. اذا شنو العمل ديال هذا الجهاز الرقابي اللي كيتفاعل معاه واللي كيدير معاه؟ مع العلم ان مئات الاسئله موضوعه في الرف كتسنى، ملي ما كتحضرش راه ما كتجي. دائما في الدورات الاسبوعيه كاين اقطاب تتحصل، نصف القطاعات ما كيكونوش حاضرين. هو قتل السياسه، هو قتل الرقابه البرلمانيه، هو احداث لا معنى بالنسبه للمؤسسه بان راه ما كاينش شيء. وكتحس يوميا وراكم تتبعوا بان كاين الساده الوزراء كيجيو لواحد التمرين ثقيل تيقوموا به امام البرلمانيين. حنا غنجيو نقضيو الغرضات السلبيه بسيله ودوز. وهو اللي عبر عليه السيد الرئيس، كنجي كنقرا ذاك الجواب اللي عندي على السؤال، شنو اهم شيء في العمليه البرلمانيه في المساءله؟ هو التعقيب. هو كتعطي وكتجاوبني وكنعاود نعطيك تعقيب وكتعقيب، كيستنزف وقتهم في الجواب، نقرا كاينش تعقيبات. بمعنى انا ما مساليكش مثلا، يا اما لانني غير مسيس، وهذا هو العطب الكبير اللي كاين في الحكومه، لانها غير مسيسه واعضاء غير مسيسين ولا يعرفون النساء ولم تاتي بهم صناديق الاقتراع. هذا الجزء الاول. الجانب التشريعي يمكن العنوان ديالو العريض هو عدم تجاوب الحكومه مع المقترحات التشريعيه في سنتين ونصف، ثلاثه المقترحات جزئيه هي اللي تم التفاعل معها. القوانين يمكن نتكلموا اليوم على تهديد الامن التشريعي في بلاد، واش البلاد ديالنا ما تتطورش؟ راه الحياه ديالنا كلها تطورات، اللي المفروض ان الجانب القانوني والتشريعي وكبها لا يحصل ذلك.
حكومة بعيدة عن هذه المواكبة، عندها أشياء أخرى مشطونة بشكلتها بخصومات ديالها الذاتية، وتخرج للإعلام تقول حنا بخير، حنا ما عندنا حتى مشكل غير المعارضة اللي كتشكك ونحن قادمون. لا، كاين المشاكل الكبيرة بين 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 الشق اللي غادي نختم به، مازال عندي واحد نصف دقيقة، هو ديال الكلمة بالأمس ديال السيد رئيس مجلس النواب في التقرير اللي قدم حول الحصيلة. مفروض أن الحصيلة ديال مجلس النواب تكون باسم مكتب مجلس النواب أغلبية ومعارضة. الحصيلة التي قدمت قبل يومين هي حصيلة بالحكومة، كون ذاك التقرير قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان باسم الحكومة كان ما فيه حتى شي مشكل، ولكن أن يقدم باسم رئيس مجلس النواب ويعطي تقييما يبرر غيابات الحكومة ويبرر كل الأصوات اللي قالتها المعارضة ما كيناش في هذاك التقرير، غير مقبول. وكنعتبروه بأن من الصعب أن نحول مجلس النواب إلى ملحقة للحكومة.